الكتاب هو خير جليس في هذا الزمن، والقراءة باب يفتح للطفل عوالم واسعة ويوجهه إلى مكارم الأخلاق. ولهذا يحرص المربون على استثمار وقت فراغ أطفالهم بتشجيعهم على القراءة، وهي هواية تحفز خيال الطفل وتساعده على التفكير وتزيد من ثقافته، كما تساعد التلميذ الصغير على تنمية الملكة اللغوية لديه وتكوين مخزون من المعاني والكلمات والمفردات والصيغ المنمقة التي تجعل منه شخصاً قادراً على التعبير والحوار والإقناع بلغة طلقة صحيحة. السن المناسبة لتشجيع الطفل على القراءة هي ابتداء من عمر سنتين. من عمر سنتين مناسب جدا للقراءة. قد يعني يصعب على الطفل القراءة في السن المبكرة، ولكن ممكن تكون البداية مثلا من خلال الصور أو من خلال قراءة كلمة كلمة، وبالتالي بتنمي معاه المهارة بتقدم عمره. التلوين واحد من الأساليب اللي ممكن تحبب الطفل في القراءة. يعني أنا إذا في عندي طفل بعمر صغيرة ممكن يكون غير محب للقراءة، بس إذا أنا قرأت عليه قصة وعطيته الفرصة والمجال إنه هو يلون شخصيات القصة، بترسخ المعاني أكثر، ترسخ الشخصيات عنده أكثر، بتدفعه يكون عنده دافع إنه هو يقرأ، يعني هو عاوز يقرأ عشان في الأخير راح يلون مثلا كواحد من الأساليب. فالتلوين ممكن يكون سبب من أسباب حب الطفل للقراءة. ورغم أن المطالعة أصبحت أمراً لا يهم الأجيال، إلا أنها ستبقى المحرك الرئيسي والأساسي لنهضة مختلف الشعوب والحضارات.